احنا الفترات اللي فاتت كان في اصابات كتير في النادي الاهلي على مدار موسمين تقريبا فاتوا، وكان كل مدير فني بيعلق على الموضوع ده، انا متاثر بالاصابات، انا متاثر بالغيابات، عندي مشاكل النقص العددي في صفوف الفريق، ده ممكن بيأثر علينا في الاداء والنتائج وكلام من ده. لكن مستر فايلر في الحقيقه بيرد رد مختلف تماما، قال ان احنا، انا مش شايف ان احنا عندنا سوء حظ في الاصابات، في اصابات لكن مش كتيره، ونقدر نتعامل معاها، وعندنا اللاعبين الجاهزين اللي يقدروا يعوضوا غياب البعض الاخر. فالرد ده مهم جدا. ليه بقى؟ لان هو مش بيحط لنفسه حجج، ده رقم واحد. رقم اتنين، بيدي دفعه معنويه كبيره قوي قوي للاعب ممكن كان يكون بديل خلال الفتره اللي فاتت، وجي وقت دوره انه يشارك في الملعب فتلاقيه بالمستوى المطلوب، المستوى الذهني، المستوى البدني، المستوى الفني، والدوافع عنده تبقى في اعلى درجاتها، فبالتالي هتاخد اللي انت عايزه من اللعيب ده. طبعا اصابه سعد سمير مؤثره لانه لعيب مهم وخبرات كبيره جدا، وما صدقنا ان هو رجع عشان يكون بجوار زمايله في خط الدفاع، وكلهم اضافه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن في نفس الوقت انت عندك اللي يعوض سعد سمير، عندك محمود متولي، عندك رامي ربيع، عندك ايمن اشرف، وعايز اركز على ايمن اشرف لان ايمن في الحقيقه، في الحقيقه عامل مباريات ممتازه. امبارح كان ماتش بلاتينيوم، كان احد نجوم المباراه ايمن اشرف، فيه اكتر من كره قدر ان هو يقطع الكره بشكل مميز، قدر ان هو يفسد بعض الهجمات بالنسبه للفريق المنافس، في اكتر من لعيب في المركز ده. فالراجل بيقدر يخلق دوافع، بيقدر يتعامل نفسيا كويس قوي مع لاعبي النادي الاهلي رغم وجود بعض الاصابات، لكن هو مش مهتم بالجزئيه دي خالص. اكيد هو كمدير فني بيتمنى ان ما يبقاش فيه اصابات، اي مدير فني يتمنى كده، لكن مش اي مدير فني يقدر يتعامل مع الاصابات اللي ممكن تيجي لفريقه. فالواضح ان من مستر فايلر ان هو عارف ازاي يتعامل من جميع الجوانب الخاصه بلاعبي الفريق والفريق ككل، لان الهدف في الاخير هو الفوز في المباريات وجاهزيه جميع اللاعبين. نتمنى ان الحظ السيء في موضوع الاصابات ده يخلص بقى، لان الموضوع كده يعني حظنا كده للاسف، وان شاء الله الكل يبقى جاهز على فترات. احنا كده عندنا حمدي فتحي فتره شويه، وعندك محمد محمود للاسف ايضا فتره، وسعد سمير فتره، فيما عدا ذلك الكل موجود. ولو مثلا رمضان انضم 4 اسابيع تقريبا ويرجع، مروان خلاص رجع، يعني كريم ندفد على وشك الرجوع، فان شاء الله الصفوف تبقى مكتمله خلال الفتره اللي جايه، وده امر هيكون مهم جدا بالنسبه للفريق الاهلي. خليني اقول لحضراتكم بعض الاخبار الخاصه بالفريق بالتحديد النهارده، والمران كان النهارده الصبح بالنسبه للفريق، هو بيستعد من خلاله بدون راحه لمباراه مصر المقاصه اللي هتكون يوم الاربعاء اللي جاي باذن الله تعالى. مستر فايلر قبل المران كان عنده محاضره مع اللاعبين، اتكلم فيها في بعض الامور الفنيه الخاصه بمباراه الامس، بعض السلبيات اللي ممكن يكون هو لاحظها من وجهه نظره، فبيعلم عليها كده مع اللاعبين، خلوا بالكم الجزئيه دي، محتاجين علاج هنا، محتاجين تطور هنا. وايضا تطرق لمباراه مصر المقاصه خلال الفتره الجايه واللي هتكون يوم الاربعاء باذن الله، وده امر غايه في الاهميه والتحضير الطبيعي لهذه المباراه. بالتالي لما نزل الفريق الملعب كان في مران خفيف للاعبي الاهلي اللي شاركوا في مباراه بلاتينيوم لتجنب الاجهاد، يعني مران استشفائي بشكل طبيعي بعد كل مباراه، علشان باذن الله بدايه من بكره يشاركوا في التدريبات بشكل كامل ويستعدوا بشكل قوي جدا جدا لمباراه المقصه. من ضمن الاخبار برضو عمار حمدي النهارده غادر المران بسبب اصابه في وجه القدم، فهيتعمل للاعب فحوصات بكره قبل تدريب الغد، ويتم تحديد مده غيابه وعودته للتدريبات، بس ان شاء الله الاصابه هتكون بسيطه بالنسبه لعمار حمدي، اللي واضح كده هيكون في تركيز معاه خلال الفتره اللي جايه من الجهاز الفني، يعني قرايه للامور كده بس. إكرامي عارفين ان هو عنده زي تقل خفيف في عضله السمانه، فاكتفى بمران في الجيم النهارده، وخلال الفتره الجايه باذن الله يعود للتدريبات بشكل طبيعي على حسب تطور حالته وجاهزيه عضله السمانه. بالنسبه لشريف إكرامي احد اللاعبين المهمين جدا، حتى لو مش بيلعب فتره اخيره، لكن تواجد شريف مهم كأحد كباتن فريق النادي الأهلي، أكيد بيبقى أمر غاية في الأهمية حتى لو على دكة البدلاء. طبعا علي لطفي قدم لعيب كبير ومميز، يعني في كل الأحوال الخبرات بتبقى مهمة مع عناصر الشباب الفريق ككل في الحقيقة، يعني بيضم عدد كبير جدا من اللاعبين الشباب واللاعبين أصحاب الخبرات، وده ينجح أي فريق في الدنيا. يعني مروان محسن بينتظم في تدريبات الكورة بعد ما كان عنده اصابه والام في الركبه، غاب عن مباراه الامس بسبب هذه الاصابه، وما كانش بيشارك في التدريبات الجماعيه، لكن خلاص مروان النهارده شارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي بعد التخلص والتعافي تماما من الام الركبه. رمضان صبحي بينتظم في مرانه او برنامجه العلاجي بعد ما انهى التدريبات الاوليه
الخاصه بالعلاج الطبيعي، وواحده واحده كده باذن الله ينفذ كل البرامج اللي بتتعلق باصابه رمضان. احنا عارفين ان هو عنده مزق في العضله الخلفيه، وان شاء الله باذن الله المده يعني قدامه 4 أسابيع أو 5 أسابيع بالكتير وينضم للتدريبات الجماعية للفريق. وعودة رمضان في الحقيقة هتضفي قوة كبيرة جدا في صفوف النادي الأهلي، رغم تواجد أيضا لاعبين كبار في هذا المركز، سواء أحمد الشيخ أو بيلعب الناحية التانية وبيجي حسين شحات مكان رمضان، بس برضه بيأدي بشكل جيد، سواء كهربا اللي هيخش مع الفريق خلال الفترة الجاية بإذن الله، بعض اللاعبين الاخرين اللي بيكونوا بيجيدوا في المركز ده اجايل ان شاء الله يرجع سريعا، ممكن اصابه خفيفه، فرمضان الامور بالنسبه له ماشيه بشكل جيد. موضوع سعد سمير وخلاص بشكل رسمي زي ما قلنا حركه، وزي ما حركه اكيد عرفته قطع في وتر اكيلس، اصابه صعبه شويه يعني على غرار كده اصابات الرباط الصليبي للاسف يعني، لكن نصيبه وقدره سعد سمير ان شاء الله باذن الله يرجع اقوى من الاول، واثق جدا في عزيمته واصراره، ومن الشخصيات الجيده جدا في النادي الاهلي سعد سمير، واللي بيتسم دايما بروح النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي يعني. فان شاء الله يعود سريعا، خلال الفتره الجايه هيبقى عنده بعض الفحوصات كبدايه واعداد للجراحه اللي اكيد هتكون في المانيا، ومستنيين الميعاد بتاع الجراحه هيكون امتى طبقا للرؤيه الخاصه للجراح اللي هيقوم بهذه الجراحه. نتمنى له العوده سريعا سعد سمير نجم النادي الاهلي. اجاي يجري اشعه للاطمئنان على العضله الخلفيه، واجاي برده في اول ماتش برده من ضمن الحظ السيء ان هو جاله شد في العضله الخلفيه، لكن باذن الله شد يكون خفيف. في اشعه اتعملت له النهارده وهيتم معرفه موعد عوده اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعيه باذن الله. باذن الله مش هياخد وقت خالص يعني جونيور اجاي، وخصوصا ان هو خرج على طول يعني لما حس بالشد الخفيف ده خرج على طول، لو كان كمل كان ممكن الموضوع يتفاقم يعني، فده كان امر مهم اخراج سعد او عفوا جونيور اجاي بعد سعد سمير على طول يعني. الاشعه كمان بتؤكد جاهزيه محمود وحيد. محمود وحيد لاعب من اللاعبين المهمين جدا، واللي لما غاب علي معلول ما حسيناش بالغياب قوي لانه هو لاعب مميز في الحقيقه محمود وحيد، لكن كان عنده اصابه خلال الفتره اللي فاتت في وجه القدم كانت قويه، وخلاص بقى جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، واعتقد ان هو شارك في المران اليوم. ده امر غايه في الاهميه واخبار كانت مهمه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي.